في الفترة الأخيرة يعني برزت إشكالية الأذان صلاة الفجر، يعني إزاء هذا الاختلاف بين المصلين رفعا لللبس ورفعا لكل اختلاف، رأينا أن نعقد هذه الندوة العلمية نستضيف لها مختصين في علم الفلك في العلوم الشرعية حتى ندلي بذلونا ونقول الرأي الذي من شأنه أن يجنب البلاد الفتنة إن شاء الله. بعض المساجد تؤذن حسب التوقيت الجاري بالعمل واللي هو صادر عن مصلحة الرصد الجوي بتونس، وهل التوقيت هذا سار عليه سلفنا يعني منذ عقود ووضعه علماء فلك قدماء وأكدته كذلك مصالح الرصد الجوي ويسير عليه كامل مساجد الجمهورية التونسية بالطبع باختلاف المناطق والأماكن. هذه الندوة في مدينة صفاقس هي ندوة متميزة لأنها كانت فرصة لطرح قضية قديمة جديدة وهي قضية اعتماد الحساب الفلكي في مواقيت الصلاة وفي رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال. تميز هذه الندوة في أنه طرح الأدلة والروايات وبين آراء الفقهاء واجتهاداتهم المختلفة ورجح ما يلزم من ضرورة أو إمكانية اعتماد الحساب الفلكي في معرفة أوقات الصلاة بالإضافة إلى الرؤية البصرية، لأن الأمر قديم جديد يقول بأن الجمع بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي، وإذا تعذرت الرؤية البصرية يمكن اعتماد الحساب الفلكي. نحن نأمل حقيقة أن يصوم المسلمون في العالم في يوم واحد وأن يفطروا في يوم واحد، لا سيما مع تقدم العلوم الفلكية والعلوم التجريبية ومع تقدم أيضا الوسائل الاتصالية وثورة المعلومات والفضائيات إلى آخره، هذا يكون إن شاء الله دافعا لمعرفة بداية الشهر ونهايته. والله أولا مش كان جامع الأذار وجامع الصافي، في هنالك زاد جامع توتا في ترقابس كذلك وكثير من المساجد، وحتى اللي مازال ما انتقلش الى يعني مساله الاذانين كثير من المصلين والائمه تبينوا واقتنعوا بمساله انه التوقيت الان اللي يؤذن فيه حسب الرزنامه بعيد كل البعد عن توقيت الفجر الصادق. وما جرى في الندوه هو كما قلت انا في المداخله نتاعي هو مجرد تقرير والزام من الاستاذ نور الدين الخادمي لهذا القرار أو لهذه النتيجة وهي اعتماد التقويم الفلكي ذو 18 درجة للشمس. الشيء اللي نحب نأكد عليه اللي كونه المواقيت هذه راهي متفق عليها في العالم الإسلامي الكل ومن قديم الزمان، والحمد لله أنا فوجئت معناتها مؤخرا برزنامة أنجزها فقيه تونسي زيتوني أزهري وعالم فلك الشيخ مطيبع. الرزنامة هذه شفتها اللي هي فيها مواقيت الصلاة بالنسبة لسنتي 1926 و1927 وهي مطابقة بالدقيقة للرزنامة اللي نعتمدوها احنا معناتها في الوقت الحاضر. ما لم يتم الاتيان بالأدلة الشرعية على أن الذي يؤذن له اليوم هو الفجر الصادق فسنكمل، لأنه لا نتعبد إلى الله تعالى بصلاة قبل وقتها، سنكمل في مسألة الأذانين بحججنا وأدلتنا، ومن أراد أن يناقشنا في ذلك فصدورنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وأدلتنا مبسوطة نبسطها ونقرأ الحجة بالحجة. العشاء نلاحظوا أن الفت انتباهي اللي القيمة هذه الحقيقة تنظيم مثل هذا الملتقى أمر إيجابي جدا في اللحظة التاريخية الراهنة، لأنه كما لا يخفى عليكم البلاد في حالة شيء من الانفلات والتجاذبات، وأصبح كل يقدم الرأي ويقدم الموقف على أنه من أهل العلم ومن أهل العلوم الشرعية وما إلى ذلك. جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بصفاقس جزاهم الله خيرا نظموا هذه التظاهرة لوضع الأمر في نصابه العلمي والشرعي فلكيا وشرعيا، وهذا أمر نحن بحاجة ماسة إليه. حقيقة الموضوع حري أن يطرح منذ زمن كبير، لأن الموضوع هذا في صفاقس سمعنا به مدة توسينين وسنوات، مما جعل الحضور اليوم وهال الاجتماع وهالنقاش اللي عملته جمعية الخطابة والعلوم الشرعية مشكورة كان في وقته، خاصة ونحن أيضا
على أبواب شهر رمضان. أكيد أن تشرفنا بلقاء مجموعة كبيرة من العلماء والوجوه النيرة في تونس، والأكيد أن استفدنا استفادة كبيرة نظرا لأن هذا المشكل مشكل حساس ويثير حساسيات كثيرة في مجتمعنا التونسي.